أكد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين على أن النيابة العامة تختص في الأساس بالدعوى الجنائية، وهي تعمل بحيادية وموضوعية، وغايتها هي إرساء العدالة في إطار الدعوى الجنائية والحفاظ على مكتسبات المجتمع في مسيرة الإصلاح والتنمية المشهودة وإعلاء كلمة القانون وحماية الحقوق العامة والخاصة. وأشار النائب العام خلال المؤتمر السنوي للنيابة العامة بشأن استعراض إنجازاتها للعام المنصرم إلى أن خطة النيابة المستدامة هي العمل بشكل متواصل على التطوير من خلال تنمية قدرات أعضاء النيابة العامة الفنية والتثقيفية، وذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة، حيث شهد العام الماضي تنظيم دورات ومشاركات تدريبية وتثقيفية متنوعة تتعلق بالعمل القضائي عموما. وتم استحداث مكتب للعقوبات البديلة بمقر النيابة يقع تحت إشراف نيابة التنفيذ، ويختص بتلقي وفحص طلبات استبدال العقوبة، وكذلك متابعة وضعية السجناء القانونية ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون العقوبات البديلة. من ناحية أخرى، بدأت النيابة العامة خلال عام 2019 في الإعلان بالوسائل الإلكترونية، والتي تتمثل في البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. السنة هذه بالذات حصل الحمد لله يعني انخفاض كبير في العديد من الجرائم. على سبيل المثال، جرائم السرقة انخفضت 10%، والمخدرات 7%، وهذه طبعا جهد ما هو بسيط، والجهد أمانة يعني يستحق الكل، بدءا من رجال الأمن، كان رجال الجمارك، كان النيابة العامة، كان القضاء. هو عمل مشترك من جميع وصلنا فيه لهذه المرحلة. الأمر أيضا اللي محسوس أكثر هو قضايا المرور. تم تعديل قانون المرور بإضافة مادة للصلح، فبالتالي ليست كل قضية في قضايا معينة، القضايا البسيطة ليست كل قضية تحل النيابة العامة. فهذه السنة حصل انخفاض 90%. الأمر الآخر أيضا المهم هو موضوع العقوبات البديلة. من استفاد قانون العقوبات البديلة؟ قانون متطور جدا، البحرين تميزت به بين دول المنطقة بل في الشرق الأوسط جميعا. استفاد من لحد الآن 1713 شخص، وهو أمر يعني يحسب للبحرين ويحسب لحقوق الإنسان في البحرين. بدل أن يكون الرجل أو المرأة أو أن يقضي مدة حبسه في السجن، وبالتالي فوت كثير من المصالح ويجد كثير من المشاكل حتى لأسرته، ومشاكل قد تكون حتى اجتماعية فقط ليست أسرية، الآن بعد مضي نص المدة ممكن المحكوم عليه أنه يطلق سراحة ويقوم بعمل معين، إن كان مثلا عمل في خدمة المجتمع، إن كان عدم مبارحة مكان أو عدم الحضور لمكان معين، أو حتى موضوع البرامج، وهي مهمة جدا لموضوع تأهيل المحكوم عليه بحيث أنه يرجع إن شاء الله عضو نافع في المجتمع.